بكم. رحب نائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو الملقب بحمتي باتفاق تقاسم السلطة مع المعارضة، وأكد حمتي في تجمع شعبي إن السودان دخل في مرحلة جديدة وتحتاج إلى تعاون الجميع. من جانبها رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري في السودان مع قوى الحرية والتغيير، ووصفته بالخطوة المهمة، معربة عن أملها في أن يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية. مرحلة جديدة، ولازم نتكاتف كلنا ونشد بعضنا بعض وننبذ أي عنصرية وأي قبلية وأي جهوية. هدفنا البلد يا جماعة، هدفنا ملون هدفنا البلد، هدفنا البلد. لو تكاتفنا ما في زول عنده عصاة موسى عشان يقول لك الليلة أنا بقلب البلد دي جنة، ما بيقدر إلا بتكاتف الجميع. إلا ما كلنا نخد يدنا في يدين بعض وننصح بعض ونحاسب بعض ونعمل دولة القانون. مشاعر اختلطت بين الفرح والترقب لما هو آت. شارك فيها الأطفال والنساء والشباب والشيوخ. الحلم بمدنية الدولة بات قاب قوسين أو أدنى بعد إعلان الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. اتفق الطرفان. التوقيع النهائي بين العسكري والمدنيين سيكون بعد يومين من الاتفاق المبدئي، يتم خلالها المصادقة على ما تبقى من نقاط فنية لسد جميع الثغرات التي لم تتضمنها الوثيقة الأولية. للوصول لأهداف الثورة السودانية كاملة نحتاج لمزيد من النضالات، ونحتاج أن نستمر في حراسة ما تم من مكتسبات وما سينجز من مكتسبات في الفترة القادمة. شوارع الخرطوم وإن بدت الحركة فيها عادية تترقب بداية صفحة جديدة للديمقراطية ينتظرها السودانيون منذ عقود. معسكر الحرية والتغيير الذي يقود دفة الانتقال السياسي في السودان يقابله معسكر آخر يخشى غيابه من الواجهة السياسية ويشدد على خطورة إقصائه من المرحلة الانتقالية. أحزاب سياسية خارج مظلة الحرية والتغيير تحذر من مغبة تجاهل إشراك كل القوى السياسية في الفترة المقبلة، وتطالب بنسب تمثل بصورة واقعية قواعدها في البرلمان المرتقب. الحرية والتغيير باستثناء حزبين فيها ما في حزب تاني عنده تاريخ انتخابي أو تنظيمي في السودان، يعني إما أحزاب جديدة إما واجهات تشكلت وقعت في الحرية والتغيير. تحديات كبيرة ستواجه الحكومة القادمة، أهمها الدستور الخاص بالفترة الانتقالية والذي يمهد لدستور البلاد الدائم. سالة عثمان، العربي، الخرطوم. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط مساوي العجلاوي الباحث في الشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بك أستاذ العجلاوي. اللجنة الفنية تتولى الآن التفاصيل النهائية للاتفاق، هل مر الاتفاق مرحلة الخطر أم ما زال هناك يعني تفاصيل قد تتسلل من خلالها الخلافات برأيك؟ لا يا سيدتي، نحن فقط في مرحلة إعلان الاتفاق، وهناك إعلان أيضا لأن الاتفاق سيوقع من لدن الأطراف في الأيام القادمة. فإذا نحن فقط عن إعلان مرحلة توتر وانقسام وانفصام وإعلان ورغبة الجميع سواء داخل السودان أو خارج السودان من المرور إلى مرحلة أخرى. هل المرحلة القادمة ستؤتت باتفاق قوي مبني على كل المرجعيات التي سواء طلب الشارع أو طلبت بها كل الأطراف؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة. ما هي التفاصيل؟ السؤال أيضا التي من أكبر من مسألة أجرأة. نعم، ما هي التفاصيل التي من الممكن أن تحدث خلافات في الاتفاق؟
لا، الاتفاق بحاجة إلى مرجعية مبادئ، إلى إعلان دستوري مرحلي، لأنه لا يمكن الاتفاق الذي هو مجموعة من النقاط كما تم الإعلان عنها لا يمكن أن يصمد دون مرجعيات. هذه المرجعيات على مستوى مدنية الدولة، على مستوى اشتراك الجميع كما جاء في تقاريركم، على مستوى أيضا بناء سمات المرحلة المقبلة، لأن لا شيء يمنع من العودة إلى ما سبق، ولا شيء أيضا يمنع من دخول السودان في مرحلة نفق لا أحد يعلم متى سيخرج السودان منه. فإذا الاتفاق فقط هو إعلان لنوايا لمرحلة جديدة. ما سيصون المرحلة المقبلة والاتفاق هو بالتأكيد على إعلان مبادئ أو إعلان دستوري مرحلي يمكن أن تحيل إليه هذه النقاط، منها أيضا أشياء متعلقة بالبحث وما فيما جرى خلال منذ سقوط نظام البشير. نعم. كذلك الاتفاق لا يمكن أن يصمد إذا ما خرج عن رؤية المستقبل بمعنى إشراك الجميع، لأن لا أحد طيب، يعتقد بما أنك بأن ذكرت نظام هذه استمر النقطة، 30 سنة يمكن أن يختفي في أشهر. نعم أستاذ العجلاوي، يعني هناك ترحيب إقليمي ودولي بهذا الاتفاق، ولكن هناك أطراف سودانية خارج مظلة الحرية والتغيير أبدت تحفظها عليه، برأيك كيف ممكن أن يؤثر ذلك على أجواء الاتفاق في السودان؟ والله يعني السودان له رجالاته وله نساؤه، ويمكن أن يعطي تجربة جديدة في العمل الديمقراطي. أعتقد أن السودان الآن يواجه تقاطعان. التقاطع الأول أو التحدي الأول هو التجانس الاجتماعي، ما هي التحديات الداخلية، ما هي إشراك الجميع، إعلان نوايا حسنة، يمكن كذلك أن البحث عن مخلفات فصل جنوب السودان عن شماله. هذه أشياء كلها يمكن ما يسمى بالتحديات الداخلية، هل يمكن تجاوزها أم لا؟ ثم هذه التحديات الداخلية تتقاطع مع تحديات نعم إقليمية وهي الأخطر. السودان الآن يقع في منطقة القرن الأفريقي، القرن الأفريقي رغم أنه موجود في إفريقيا نعم عمليا هو غائص إلى العنق في إشكالات مرتبطة بما يجري في اليمن، في الخليج، أيضا بالصراع كذلك على شرق إفريقيا. فإذا هل السودانيون، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وكل الأحزاب التي حتى لم تشرك في هذه المفاوضات، هل هناك قدرة على تجاوز التحديات الداخلية والتحديات الإقليمية؟ الجواب كذلك في الأيام القادمة أو في الأشهر القادمة. مساوي العجلاوي، الباحث في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. والآن مشاهدين ننتقل إلى فقرة الإعلام الجديد لنرى كيف تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع موضوعنا الأساسي اليوم، وإلى الزميلة دانيا أرشيد. شكرا رويدة. مع توصل أطراف المشهد السياسي الرئيسية في السودان لاتفاق شامل، يتساءل كثيرون اليوم كيف سيبدو المشهد السوداني وما مصير الثورة السودانية. تجمع المهنيين السودانيين غرد على تويتر قائلا: في إطار العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة واستكمال مهمة التغيير الشامل، نبادر بإصدار جدول جديد كجزء أولي من خطة عمل متكاملة ومشروع طويل المدى نساهم في إنجازه جميعا وفق مبدأ القيادة الجماعية. وكان التجمع قال في تغريدة سابقة: التغيير طفل يجب أن نرعاه، نسقيه بمبادئ الثورة ونطعمه بقيم العدالة والإنصاف والعدل الاجتماعي. وفي الوقت الذي وصفت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بأنه خطوة مهمة للأمام، غرد أحدهم معلقا على هذه الصورة: شباب ده شنو ده؟ وفي الوقت الذي تعهد فيه البرهان بتنفيذ كافة بنود الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، يعرب الكثير من السودانيين عن قلقهم، كما نرى في هذه التغريدة التي يقول فيها صاحبها: المشكلة أن القاتل حميتي وميليشياته والبرهان والمجلس الانقلابي العسكري استباحوا الدماء والأعراض قبل الاعتراف بشرعيتهم، أما الآن سيستبيحونها وبالقانون بعد الاعتراف بهم. شكرا.